بوضوح بأني كنت ولا زلت على موقفي الثابت ضد النظام السوري الحالي، ومن يقول غير ذلك يكون مفتريا في الوقت نفسه. فإني أقف مع الشعب السوري المظلوم، وأترحم على شهدائهم، وأبرأ من كل ظلم، وأؤكد بأن لحمة الشعب السوري مع الشعب الفلسطيني قائمة وقوية وثابتة، وأن قضيتنا وقضيتهم هي قضية واحدة مهما اختلفت الحدود والمسميات. أما المعلومات التي وصلتني بخصوص بهجة سليمان فقد كانت مختلفة عن الواقع، وأنها كانت غير واضحة لدي.